بالنسبه للسفاره المغربيه ملي كانوا دايرين في دين خاليه خاليه المساعده في التلفزيون في الدوزيام في المغربيه هذه ثلاث ارقام ما عندهاش اتصلوا بالارقام يعطونا يا مقفل يا ما يرد علينا حتى واحد ولكن اغلبيه الوقت مقفل وفي واحد الاخت في السفاره سميتها نعيمه هذه بالنسبه ليها يعني تاع رشوه انا حنا كتجر النساء وكتقول لهم بغيت الورقه الزرقاء بالنسبه ليهم كانوا شنو هذه الورقه الزرقاء قالت لي 4000 ريال مغربيه دات مني زوج وراقي باش جات لي هذا السي باسي لراجلي وراجلي مضروب في رجله وقالت لي عطيني عطيني قالت لي الزرقاء قلت لها اختي راه تحب جدي الصغار قالت لي غير جيبي الفلوس لما عطيتها الفلوس مشات نزلت له لقات له واحد الشاوش وغير قلت جو في الباب نزل له الورقه ديال السي باسي وبصم فيها نزلوا حتى لتحت وبصم فيها قالت لي ما كاين حتى مشكل وبصم فيها وجابها وعاد كملت لي ورقيه وكتسب وكتدفع الاولاد على الشباب وتسب يعني يعني زي ما تقول سبانها كانها عايشه في شارع شنو مدينه كاينه كاينه في طرابلس في السفاره القنصليه المغربيه وسميتها نعيمه هذا اللي نعرفو حنا السميتها الزوج ديالك مغربي ولا الزوج ديالي مغربي ومن قرسيف الاصل ديالو من قرسيف ودابا حنا متفارقين انا في دارنا وهو في دارهم لان ما عندناش فين نسكنوا انا عند خويا وهو في دارهم حتى هما يعني غير بدو في عندي مضروب واش تضرب مضروب مضروب في رجلو بزوج ضربات الرصاصه كي ما دخلتش فيه في العظم جاي بحال اللي شرمت له اللحمه رصاصه لان حتى هو كان يخدم في الزاويه والضربه الاخرى ضربوه الليله اللي غادي يجيو فيها ماشي في الباص بحال الطوبيس شدوا كاع الاجانب فيهم جزائريين وفيهم تواسه وفيهم مغاربه شدوهم دون واحد الحوازه هما يقولوا حوازه حنا نقولوا فيرما بحال الخلعه كشجر علقوهم فيهم دابا يديه كلهم فيهم داك ديال الحبل يدين والرجلين ومعلقينهم ولكن يعني بحسن الحظ لقينا واحد السيد تما قال لي يحكي لنا يعني راه جار حوايجو كلشي مقطعين داو له جاكيطه قلعوها له وهادو ليبيين يعني مش نقولك اجانب ولا مجموعه ليبيه المهم لقى واحد السيد جارنا ليبي ويعرفه قال له خلاص قال انا غادي نسلكك يمشي ويجي وكيدير له بحال اللي كيضرب له شويه الحبل قالوا منين تنطلق ما تسهرش باش ما يضربكش بالقرطاس ولما يحكي لي راجلي قال لك واحد حلا نضربو بالقرطاس مات في البلاص بقى كيسايس فيهم سايس فيهم حتى خرج اللي ضربوه واش موالي القذافي ولا لا ليهم القذافي القذافي موالي القذافي